النجاحات وموقف فتوح بكأس الأمم الإفريقية. هنبدأ برد نادي بيراميدز على خطاب الفيفا من موقع نادي الزمالك، ورد بيراميدز على خطاب الأهلي للجبلية. طبعا كلنا عارفين الواقعة اللي بين حسين الشحات والشيبي اللي حصلت في نهائي الكأس، في آخر مباراة في الدوري المصري، اللي حصلت صفعة باليد من حسين الشحات على وجه الشيبي. ومش عايزين نختلف ان الموضوع غلط، وما نختلفش ان حسين الشحات غلط، لان الضرب بالطريقة دي إهانة كبيرة جدا للمغرب وإهانة للاعب محمد الشيبي ايا كان اللاعب عملي. الاهلي بيصعد هذا الامر، الشيبي بيصعد هذا الامر للنيابة العامة. وطبعا ان الشيبي يروح يعمل بلاغ في النيابة العامة وفي المحاكم المدنية، ده مخالف جدا للائحة كرة القدم بالفيفا. الشيبي بعد ما صعد الامر للنيابة العامة عقب تخاذل الجبلاية في استرداد حق اللاعب المغربي من لاعب النادي الاهلي الكابتن حسين الشحات. مصدر داخل نادي بيراميدز بيعلق على هذا الخطاب الذي ارسله النادي الاهلي الى اتحاد الكرة بشأن أزمة لاعب الفريق حسين الشحات مع محمد الشيبي نجم الفريق السماوي ولاعب نادي بيراميدز ومنتخب المغرب. والمصدر بيؤكد إلى أن الذي فعله النادي الأهلي لا يمثل إلى الواقع بأنه بأي صلة، والذي فعله اللاعب محمد الشيبي لم يخالف اللوائح باللجوء إلى النيابة العامة. هنعلق على الجزء ده، ان المصدر الموجه من نادي بيراميدز بعد ما علق على الموضوع بيقول ان محمد الشيبي ما خالفش اللوائح والقوانين لما عمل بلاغ في النيابة العامة. ازاي لاعب كرة قدم فيه لائحة وفيه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم وفيه لجنة عقوبات وتظلمات بالفيفا يلجأ للنيابة العامة او المحاكم المدنية؟ بيؤكد كمان المصدر على ان هم في ادارة السماوي ليس لنا اي صلة بالموضوع، وأمر التصعيد يخص النجم المغربي فقط. أمر التصعيد يخص النجم المغربي فقط. والجدير بالذكر أن الكابتن حسين الشحات زي ما احنا عارفين اعتدى بالضرب والألفاظ على الشيبي داخل الملعب عقب الانتهاء من مباراة الأهلي مع بيراميدز بالدوري الموسم السابق. وبيأكد كمان الشيبي صعد هذا الأمر للنيابة العامة عقب تخاذل الجبلاية في استرداد حق اللاعب المغربي من الكابتن حسين الشحات. كمان النادي الأهلي بيفاجئ اتحاد الكرة بمذكرة رسمية بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي. بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي، كشف النادي الأهلي عن مذكرة رسمية قام بإرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي. الأزمة بدأت طبعا باعتداء واضح من الشحات على الشيبي خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي، واللي تحولت حاليا إلى ساحة النيابة العامة التي استدعت لاعب النادي الأهلي وأخلت سبيله بكفالة مالية. الأهلي في مذكرة تطالب برد من اتحاد الكرة على ما حدث من لجوء لاعب بيراميدز إلى المحاكم الجنائية بما يخالف اللوائح والقوانين. الأهلي في مذكرة أكد إن ما حدث يعتبر هو انتهاء للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية. وبيؤكد النادي الأهلي في مذكرته وبيشدد للجبلاية وطالب بضرورة الرد العاجل والإفادة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات. كمان مفاجأة مدوية، الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات والشيبي إلى الفيفا. بيؤكد الإعلام الكبير أحمد شبير أن مسؤول النادي الأهلي بصدد إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد استدعاء لاعب الفريق حسين الشحات من أجل التحقيق معه فيما بدر منه مع الشيبي لاعب بيراميدز في الموسم الماضي. وقال أحمد شبير في تصريحات تلفزيونية
أن النادي الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بعدما استدعى حسين الشحات إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية، خاصة أن اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالإيقاف ووقع النادي غرامة عليه بقيمة 500,000 جنيه. وأضاف أيضا النادي الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة، وفي حال عدم وجود رد فإن النادي يجهز في الوقت الحالي شكوى رسمية ومذكرة تفصيلية لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيا بشكل كامل. النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات، ولكن تعالوا نتكلم يا جماعة مع بعض شوية بالعقل. لما حصلت المشكلة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي في الملعب، وأكدت الكاميرات وأكد حسين الشحات أن اللاعب محمد الشيبي تلفظ عليه بألفاظ خارجة وغلط في زوجته وغلط في أمه وغلط في عيلته وفي كل حاجة، لكن اديني عقلك هنا، انت منتظر مني ايه لما اجي اغلط فيك وفي عيلتك وفي ابوك وفي امك وفي اختك وفي زوجتك؟ انت منتظر مني الرد يكون ايه؟ تفتكر هقولك تعظيم سلام؟ تفتكر هقولك طب انت ما تغلط كمان او اشتم كمان او هاخد حق منك بالقانون؟ لا يجوز. التصرف من حسين الشحات مش عايزين نقول انه صح، هو تصرف خاطئ بكل المقاييس، ولكن لكل فعل رد فعل. هو ده رد الفعل اللي حسين الشحات فكر فيه. ما هو حسين الشحات يا جماعة مش هيلاقي حد بيغلط في زوجته وفي أمه وهيقعد يتفرج، هو التصرف خاطئ. وإن حسين الشحات يمد إيده على محمد الشيبي تصرف خاطئ، وعمرنا ما هنبرر الكلام ده وهنقول عليه إن هو كلام صحيح، لأن هو كلام خطأ بالفعل. ولكن إديني عقلك، إديني عقلك. النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات، والنادي الأهلي ما بيرضاش بالغلط. النادي الأهلي لما عرف إن حسين الشحات وأكد إن حسين الشحات خطأ وغلط، اتحاد الكرة عاقب حسين الشحات ب 300,000 جنيه، والنادي الأهلي عاقب اللاعب ب 500,000 جنيه، يعني 800,000 جنيه في وقعة النادي الأهلي عارف إن هي وقعت خطأ من حسين الشحات. ولكن الجدير، يعني الحاجة اللي تجننك قوي، إن حسين الشحات بعد المباراة مباشرة وأمام الكاميرات في وجود مدير الكورة لبيراميدز هاني سعيد اللي هو بيدور على أي مصيبة يجري فيها تجاه النادي الأهلي، بس حسين الشحات اعتذر لمحمد الشيبي على الهوى وبس دماغه. ده أنا لو واحد جاي اعتذر لي وبس دماغي، الراجل ده لو قاتل لي حد أنا مش هتكلم. لكن لما يعتذر لك يا شيبي ويحب راسك ويعمل 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 وعلى الهوى، انت عايز ايه تاني؟ ومين اللي بيشجع لاعب بيراميدز او مين اللي شجع لاعب بيراميدز ان هو ينتقل للقضاء المدني؟ وده مخالف للائحة ومخالف للقوانين. ولكن زي بقولت لحضراتكم، هاني سعيد قاعد في بيراميدز بس بيدور على المصايب اللي يعمل فيها اي مشكلة واي مصيبة للنادي الاهلي. هو ده هاني سعيد، هو ده هاني سعيد يا جماعة، هاني سعيد الزملكاوي، هاني سعيد الزملكاوي اللي حسين الشحات اعتذر للاعب في وجوده قدام عينه وقدام الشاشات وبعد المباراة مباشرة، يعني ما سابش الموضوع بات. يعني المفترض لما مدير كورة اللاعب نادي اخر يعتذر للاعب اللي عندك، انت اللي المفترض تقول للاعب خلاص احنا ما عادش لينا عين ان احنا نتكلم. هو اعتذر لك وانت قبلت الاعتذار، يبقى بالنسبة لنا الموضوع خلص. لكن هاني سعيد لما يشجع اللاعب ان هو يروح للنيابة العامة ويرفع قضية على حسين الشحات، الموضوع ده يا جماعة على فكرة من فترة كبيرة، تقريبا من شهر 5 أو شهر 6 في الموضوع ده، او شهر 4 مش متذكر والله بجد، ده في نهاية الدوري في آخر مباراة تقريبا في الدوري اللي بيراميدز كسبها 3-0 تقريبا على النادي الأهلي. لكن عايز أوجه نصيحة للكابتن هاني سعيد، أنت واللي زيك، يعني أنت واللي زيك الكارهين للأمان في مصر والكارهين للنادي الأهلي هم اللي بيعملوا كده. ولكن النادي الأهلي ما بيسيبش حق اللاعب بتاعه، ولو اللاعب أخطأ فالنادي الأهلي عاقبه عقاب شديد جدا. إيه اللي هيحصل في قصة حسين الشحات؟ وفي توقعاتي إن حسين الشحات ممكن ياخد حكم،
ممكن ياخد حكم، إلا لو النادي الأهلي محلش الموضوع بسرعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. إيه اللي هيحصل في قصة حسين الشحات ومحمد الشيب الفترة اللي جاية؟ ده اللي احنا هنعرفه. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى من الله إن الحلقة تكون عجبت حضراتكم. ياريت تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي أول بأول. بشكرك يا صديقي إن أنت كملت معايا الحلقة للنهاية. أشوفك على خير، مع السلامة.